أنا جنى، تولدت في جدة وعشت معظم حياتي في بريطانيا. عندي قناتين في اليوتيوب، واحدة بالإنجليزي وواحدة بالعربي. Have a purpose and stand up for what you believe in. أخبار علوم. السلام عليكم يوتيوب. وأول ما بدأت القناة بس كنت أحب إنه أتكلم مع الكاميرا، كنت أصور على كمبيوتر الآي ماك بالويب كام، بس يعني أدي رأيي، أتكلم عن مواضيع. دحين أحب يعني أوري الناس حولين العالم كيف حياتي هنا. هذه أول كاميرا بدأت أصور بيها، دحين خربانة ومكسورة. مو مرة كنت ناوية إنه أتطور، بس كل ما كبرت كل ما حسيت إنه شيء يعني عجبني وخاص صار يعني من حياتي. وقبل ما بدأت قناة الإنجليزية والعربية مو مرة كنت واثقة من نفسي، بس بعد ما بدأت أنزل فيديوهات حسيت إنه مرة أثرت في شخصيتي. طبعاً خفت شوية إنه الناس يعني ما حيتقبلوني، ما حيتقبلوا شخصيتي، وما حيتقبلوا كيف إنه أنا واحدة بنت سعودية بنزل فيديوهات. في الكومنتس في أشياء ممكن تكون سلبية، بس الكومنتات اللي هي إيجابية أكتر من الكومنتات السلبية، واللايكس أكتر من الديسلايكس. ودي الأيام شوية بفكر إيش الجمهور يبغى يشوف. دائما أحب أتناقش معهم في الكومنتات، أحب إني أكتشف إيش بالنسبة لهم شيء حلو أتناقش فيه وأتكلم فيه. إيش هي هوايتك المفضلة؟ أحب أعزف على الجيتار. لو الفيديو يكون قصير كثير من الناس يقولوا لي طول الفيديو، فأحاول أطول الفيديوهات حتى لو بالنسبة لي أحس إنه هذا الشيء طويل، بس الجمهور عشانهم يحبوا الفيديوهات الطويلة أحب إنه أسمع إيش هم يحبوه ويعني أنفذ أوامرهم. جمهوري في قناة العربية ممكن 90% سعوديين، فأبغى أوريهم إنه مو بس عشان يعيش في لندن يعني حنسى اللغة وحنسى ثقافة العرب. لازم نصور أكل عشان رمضان، لازم نصور أكل في رمضان. على قناتي أحاول أنزل كل يوم أحد، ولو ما نزلت يوم أحد عادة أخبر الناس على السوشيال ميديا أنا ما حنزل اليوم، بس لا تخافوا ما نسيتكم. لو تبي تصوروا يوميات مثلا وحاسين أنه ما عندكم تصوير كتير، تقدروا تحاولوا تجربوا أشياء جديدة. عندي علبة ذكريات وعندي مقطع اسمه دفتر ذكرياتي، فكل حلقة أتكلم عن واحدة من صفحات عشان أحكي عن حياتي بطريقة مختلفة. ثاني صفحة ححط فيها صورتين دي، هذه الصور من محلات الألعاب اللي في جدة اللي كنت أروحها مع قرايبي. كثير من جمهوري بالذات في قناتي الإنجليزية ما عمرهم تصاحبوا مع عرب وما يعرفوا كثير عن الحياة العربية والسعودية، فلما بدأوا يتفرجوا على فيديوهاتي أتعلموا عن العرب وعن السعوديين بطريقة غير عن اللي بيشوفوها في الإعلام، بيشوفوا حياة العرب الطبيعية. وهذا الشيء بالنسبة لي أحلى شيء عن اليوتيوب، إني يمديني أوصل للناس حولنا العالم. كثير من الناس يقولوا لي كيف يعني أمك وأبوك راضين إنك بتنزلي فيديوهات، بس الصراحة يعني أهلي وقرايبي وأخواني كلهم يعني مرة متحمسين لي. في النهاية أهلك حيفهموا ليش هذا الشيء مهم بالنسبة لك إنك تسويه، بس في نفس الوقت لازم أنت تكون شجاع شوية وتعرف إنه هذا مجتمعنا، بس مع مرور الوقت شوية شوية بيتعودوا. بس في نفس الوقت لا تخافوا إنكم تنكسفوا، لا تخافوا إنه ممكن أحد يتريق عليكم، لا تخلوا إنه في حاجزات بينكم وبين الشيء اللي تبوا تسووه. يعني حتى لو الإنترنت بطيء ولا ماما بتطبخ في المطبخ وبتطلع صوت عالي، يعني لو تبوا تسوي شيء في طريقة. Okay, bye.